بسبب الفيضان اللي كان بيعرض مصر للخطر، بسبب نقص في الطاقة الكهربائية اللي كان موجود في مصر، بسبب الزراعة الغير دائمة والغير مستقرة في مصر بسبب الفيضان، فكانت فكرة بناء السد العالي. من الأول كانوا متوقعين أن بناء السد العالي حيتسبب في بعض الأضرار، مثلا حجز الطمي، ارتفاع منسوب المياه وتكوين بحيرة تسمى بحيرة ناصر، وده طبعا على أثره كان حيتم غرق المساكن والمنازل النوبية وكذلك المعابد الموجودة، المعابد المصرية القديمة الموجودة في منطقة النوب. فكان على الفور حملة سريعة جدا من اليونسكو لتجميع أكبر تبرع وأكبر يعني مساعدة من 50 دولة اشتركت في هذه الحملة تسمى حملة الإنقاذ لإنقاذ معابد النوبة، بداية من أبو سمبل ونهاية بفيلة. من سنة 1912 لغاية وهكذا لغاية 1936 التوسعات اللي حصلت في بناء سد أسوان دي أدت لارتفاع منسوب المياه النيل في المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي واللي فيها منطقة فيلة. بعد كده بناء السد كان لازم ياخد منسوب من المياه أكتر يحطه في المنطقة الواقع بين سد أسوان وسد والسد العالي، فبدأت معابد فيلة تمتلئ بالمياه إلى أكثر من الثلث، وده كان مؤشر خطير جدا اللي لازم أعمل على نقل هذه المعابد. وبالفعل من عام 1976 لغاية 1980 تم نقل جميع العناصر المعمارية الموجودة في جزيرة فيلة إلى جزيرة أجيليكا اللي احنا موجودين عليها دلوقتي، لأن بسبب ارتفاع هذه الجزيرة حماية لهذه المعابد. حتى الأورينتيشن نفسه كان نفس الأورينتيشن، إن اختلفت في بعض الحاجات اللي ما حصلتش بنفس الدقة وبنفس الحاجات اللي كانت موجودة، ولكن كان بالنسبة لي الإنقاذ أهم من أي شيء موجود لهذه المعابد. موقع الجزيرة محاطة بالنيل من جميع النواحي، الفيو نفسه والمنظر نفسه يوحي يعني يمكن من أجمل عروض الصوت والضوء اللي موجودة في مصر كلها مع عرض الصوت والضوء الموجود في فيلة بسبب الموقع. يعني الموقع نفسه بتاع الجزيرة نفسها ساعد على ابتكار هذه القصص وهذه الأساطير في هذه الجزيرة. فأنا بعتبر من الأسباب الرئيسية لنسج هذه القصص وهذه الأساطير في هذه المنطقة هو الموقع الخلاب والساحر والجميل جدا لهذه الجزيرة. بفضل كلمة معابد فيلة لأن عندي 13 معبد موجود أو كان موجود في جزيرة فيلة وحاليا على جزيرة أجيليكا، كلها معابد تنتمي إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم أو في العصر اليوناني والروماني، أيضا ينتمي للمصريون القدماء، عشان في ناس بتخلط لما يقول لي معبد يوناني روماني، هو اللي بنى المعبد أصلا مصري قديم ولكن كان في العصر اليوناني الروماني، عشان كده بتنسب للعصر أو للفترة اليونانية الرومانية. فميزة معابد فيلة إنها بتعمل مزج بين الحضارة المصرية القديمة وما أدخل عليها من تأثيرات في العصر اليوناني الروماني. ده بالنسبة للنواحي المعمارية اللي موجودة في المعابد المختلفة هنا على جزيرة أجيليكا أو أصلا في البداية جزيرة فيلة. الميزة إن أنا عندي مزج بين الحضارة المصرية القديمة وتأثيرات العصر اليوناني الروماني على هذه الحضارة، لذلك عندي نقوش متنوعة. يعني عندي مثلا معبد نكتنب نبص نلاقي النقوش بتاعته والأعمدة الحتحورية ده عصر فرعوني، نلاقي التيجان المركبة بأشكال مختلفة نباتية مختلفة ده عصر يوناني روماني. يبقى هنا حصل عندي مزج بين الحضارة المصرية القديمة وبين الحضارة اليونانية الرومانية داخل معابد فيلة. النقوش نفسها داخل يمكن فيلة أكبر معبد موجود فيه جرافيتي من جميع العصور المختلفة، من العصر الفرعوني، العصر اليوناني الروماني، في العصر العربي، في العصر الاحتلال الفرنسي لمصر، من عصر الإنجليز، دي كلها عبارة عن جرافيتي موجودة داخل معابد فيلة.